انفجار بس يا إمام صادق. مالك عفات وينهم؟ كانوا يبون يفرقون أهل الكويت. نبدأ من الكويت، حيث سقط قتلى وجرحى في تفجير استهدف مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر. لكنهم جمعوا. حاولوا أنهم يزرعون الفتنة بينهم. الشرطة الكويتية تعتقل سائق السيارة الذي نقل الانتحار إلى مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالكويت الجمعة، وفر بعد التفجير مباشرة. لكنهم وحدهم. اليوم قلوبنا حسرة، ولكن لا نوجه أصابع الاتهام لإخواننا وأحبتنا في الدين. أصابع الاتهام توجه إلى التكفيريين، إلى من قتلوا السنة قبل الشيعة، إلى المسائل للدين الإسلامي، إلى المسائل للسنة قبل الشيعة. صاحب السمو وتواجد صاحب السمو في هذا المكان قبل قليل كان رسالة واضحة بأن الدولة ضد هذا الفكر التكفيري، ضد هذا الفكر الداعشي. الوطن محتاج أن احنا نكون إيد واحدة. اليوم من يوجه له اللوم هو الفكر الداعشي التكفيري اللي كره المسلمين ببعض. ما يضرب اليوم هو الإسلام في الكويت، وليس الشيعة وليس السنة. بكل بساطة هذه الكويت. قبل لا أقول لكم أي شيء، بعطيكم معلومة صغيرة عن مؤسس أطياب المرشود اللي هو سليمان المرشود. تدرون أن الرجال هذا كان عنده عقال واحد بس؟ إيه، عقال واحد ما غيره. مو مصدقيني صح؟ روحوا أي محل من محلات أطياب المرشود وسألوهم هالسؤال وشوفوا شنو راح يقولوا لكم. ساعتها قولوا فارس قص علينا ولا لا. وقصتنا اليوم من كتاب أشهر الجرائم السياسية في الكويت للمستشار القانوني بمكتب المحامية الشيخة فوزية الصباح، الأستاذ صباح الشمري والمحامي نجيب لوقيان، لهم كل التحية. بس قبل لا أبتدي بالقصة ودي أقول شيء بسيط، شيء صغير إذا تسمحون لي. يعني بوضح لكم شغلة، واللي هن إحنا كبشر لازم نتقبل بعض ونتعايش مع بعض مهما اختلفنا. خلوني أعطيكم مثال، وأنا راح أكون المثال. بتكلم عن نفسي، أنا من بيت تربيت أني ما أفرق بين أي إنسان، لا من ناحية المذهب ولا الطائفة ولا حتى الجنسية واللون. وأكبر دليل أن أنا زوجتي سنية، وزوجتي أساساً أبوها شيعي وأمها سنية. يعني الأم والأبو ما فرضوا على عيالهم شيء، وقاعدين مع بعض ببيت واحد وعايشين مع بعض بكل حب، وعلاقتهم من أجمل ما يكون. وبنتي من زواجي الأولاني صارت على أمها سنية، يعني حتى بزواجي الأولاني كانت زوجتي الأولى سنية، وأنا ما فرضت على بنتي شنو تكون. احنا الحياة عندنا بالكويت كذي، عايشين مع بعض، متعايشين مع بعض، نحب بعض ونحب الخير حق بعض. وترى مو كل الشيعة يسبون الصحابة رضوان الله عليهم. انا عشت ببيت ما عمري سمعت ابوي ولا امي ولا اخواني ولا احد من عمامي او خوالي يسبون صحابة النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بالعكس نحبهم ونموت فيهم، وهم نحب اهل بيت الرسول والسنة بعد هم يحبونهم. وصدقوني ترى اللي يسبونهم هذه فئة قليلة، ما تبي الخير ولا الحب عم بين الطائفتين، ما يبونهم يكونون على قلب واحد. يا جماعة منو أقرب الناس لي؟ كثر زوجتي، أم عيالي وكاتمة أسراري وأثق فيها دونا عن كل الناس. شلون أسب عقيدتها؟ شلون؟ بالعكس أحترمها وأقدرها وأتشرف فيها بعد. وداعش باللي سووه ما يمثلون أهلنا السنة الطيبين المحترمين اللي عشت معاهم وما شفت منهم إلا كل شيء زين، ولا الأحزاب الشيعية الإرهابية تمثل الشيعة اللي يحبون الخير حق الكل. فمثل ما داعش خربوا أشياء حلوة بدولنا، هم في أحزاب شيعية شيطانية تبيها الخلاف يظل بين الطائفتين، وهم خربوا وفجروا. فلا داعش يمثلون السنة ولا هالأحزاب يمثلون الشيعة. وأنا من ناحيتي أفضل أني أقول أني مسلم، لا سني ولا شيعي، أشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمداً عليه أفضل الصلاة رسول الله، وأمشي على كلام القرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا أنا وهذا توجهي، وصلت الرسالة؟ أتمنى أنها وصلت. فهيا بنا الحين لنشرب قليلاً من الماء المنعش. الحمد لله، ونبلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا اليوم قصة هزت الكويت، وبهالقصة في ناس حاولوا أن يفرقون أهل الكويت لكنهم ما قدروا. بالعكس خلت أهل الكويت أقوى وصاروا قلب واحد، وهذه عوايدنا مو شيء غريب علينا. وقت الصجية كلنا نصير على قلب واحد ونشيل راية الكويت بقلوبنا وبمختلف طوائفنا ومعتقداتنا، وتحت ظل آل الصباح عسى الله يحفظهم. أدري أني تكلمت وايد، فتعالوا معايا الحين خلينا نشوف الصار بقصتنا.
قصتنا صارت بالكويت بتاريخ 26/6 سنة 2015 يوم الجمعة بشهر رمضان. قرر تنظيم داعش تفجير مسجد بالكويت اسمه مسجد الصادق التابع للطائفة الشيعية، واللي يعتبر من أقدم وأكبر المساجد بالكويت. الغرض من هالتفجير إنهم يضغطون على الحكومة الكويتية علشان يطلقون سراح خلية إرهابية محبوسين بالسجن بناء على حكم قضائي. وبهاليوم الجمعة 26/6/2015 برمضان والساعة 12:44 دقيقة الظهر، كان الانتحاري واللي كان متعاطي مخدرات قاعد يمشي ناحية بوابة مسجد الصادق لغاية ما دخل داخل بدون ما أي أحد يوقفه أو يشك فيه، مع أنه كان قاعد يمشي وهو مرتبك وحاط إيده حوالين خصرة كان مغطي الحزام الناسف أو حاضنة. ورغم أنه دخل المسجد وشاف كل المصلين بحالة سجود وهم صايمين ويوم الجمعة، إلا أن منظرهم ما خلاه يغير رأيه. ما فكر، ظل يمشي وحوالين خصرة الحزام الناسف ودخل قاعة المصلين والناس كلهم كانوا سجود، فما قدر يدخل بينهم، ما قدر يعبرهم. فأول ما دخل خلف المصلين وشاف نفسه مو قادر يدخل، على طول قال الله أكبر وفتح حزام الناسف وفجر نفسه. هني بعد ما فجر نفسه طارت الشظايا بكل مكان بالمسجد وماتوا 26 مصلي، أجسامهم تناثرت بكل مكان. المسجد صار حمام دم وتمت إصابة 206 مصلين، وكانت أغلب الإصابات عبارة عن شظايا في الظهر لأنهم كانوا ساجدين، أو ثقوب في الإذن بسبب ضغط الانفجار، أو كسور ولا حروق. هذه كانت أغلب الإصابات. ولأن ديكور المسجد كله طاح انتشر الأخبار بكل مكان، والمصلين اللي ظلوا عايشين قاموا يركضون ناحية باب المسجد يبون يطلعون. تدرون لولا وضعية سجود المصلين، الوضعية اللي هما كانوا فيها أنهم ساجدين، كان عدد الضحايا تضاعف. السجود حمى كثير منهم، لو كانوا واقفين كان زاد عدد الضحايا. وطريقة بناء المسجد ساهمت بقوة التفجير لأن سقف المسجد كان عالي، فعصف الهواء اللي صاحب الانفجار سوى ضغط كبير بقاعة المصلين ويعادل 10 أضعاف الانفجار، نفس الانفجار هذا لو كان صاير بمكان مفتوح. وهم سقوط أجزاء من السقف والزجاج ساهم بارتفاع عدد المصابين، زاد عددهم. ومثل ما قلت لكم أغلبهم كانت إصاباتهم بالظهر لأنهم كانوا بوضعية السجود. هني بسرعة وصلوا رجال الشرطة، وصلت سيارات الإسعاف اللي انقلوا المصابين للمستشفيات، وتلفزيون الكويت وقف كل برامجه وحولوا البث لغرفة الأخبار علشان يتابعون تطورات الحادث أول بأول. وبعد مدة قصيرة من الانفجار طلع أميرنا الشيخ صباح رحمة الله عليه من بيته وراح بنفسه للمسجد، راح لمكان الحادث. أول ما عرف بالموضوع طلع من البيت وراح هناك رحمة الله عليه، وبدون أي ترتيبات أمنية دخل داخل المسجد بلحظات وايد كانت خطرة، لأن اللي عرف أسلوب تنظيم داعش خصوصا بعملياتهم الانتحارية اللي كانوا يسوونها بالعراق راح يشوفون أنهم بعد أي تفجير لما يفجرون بمكان بعد ما يتجمعون الناس علشان يشيلون المصابين كان يصير تفجير ثاني بنفس المكان. تخيلوا هم يسوون تفجير علشان يتجمعون الناس ويفجرون مرة ثانية بنفس المكان علشان زيد على الضحايا. لكن الشيخ صباح رحمة الله عليه ما اهتم حق هالشي، طلع من بيته وراح يطمن على المصابين ويشوف عياله اللي ماتوا رحمة الله عليهم. لما قالوا له ترى المكان خطر ولا تروح، قال شلون أخليهم، هذيل عيالي. وأني أستغرب عندما تقولون أننا أني رحت إلى المسجد، مسجد الصادق. ليه نستنكر أني أروح إلى المسجد الصادق؟ من أنتم؟ أنتم من بلد ثانية، أنتم أهلنا، أنتم عيالنا، أخواننا، إذا لم نذهب لكم نذهب لمن؟ فلذلك نحن نعزيكم في أولادنا وفي عيالنا اللي راحوا، ليسوا أولادكم فقط بل أولادنا وعيالنا وأخواننا، وربنا إن شاء الله يتقبلهم في جنته. أنتم أهلنا، يعني سواء كنتم من فئة شيعة وفئة سنة، ما نعرف نحن الشيعة والسنة، نعرف أهلنا أهل الكويت. هني وبهالوقت بنفس التوقيت اللي صار فيه كل هذا وفي السجن المركزي بالكويت كانوا المساجين يسمعون تكبيرات وتهليلات، في ناس مستانسين. الإرهابيين الدواعش اللي مسجونين بالسجن كانوا قاعدين يهللون ويكبرون، وكانوا يعتبرون هالتفجير نصر لهم وأنه راح يتسبب بإطلاق سراحهم.
لأن داعش من قبل أرسلوا فيديو يهددون فيه الكويت وأنهم راح يقومون بعمل إرهابي إذا ما أطلقتوا سراح اللي موجودين عندكم، ترى راح نقوم بعملية إرهابية بالكويت. وبعد ما صار هالحادث أعلنت داعش رسميا مسؤوليتها عن التفجير، وكانوا أغلب ضحايا هالتفجير من الجنسية الكويتية، وكان في من بينهم من الجنسية الهندية والباكستانية والإيرانية والسعودية. وثاني يوم بعد هالعمل الإرهابي كل أهل الكويت والمقيمين بكل طوائفهم ودياناتهم راحوا وحضروا الجنازة الموحدة. بعدها تجمعوا في المسجد الكبير عندنا في الكويت، هذا أكبر مسجد بالكويت، وبحضور الأمير رحمة الله عليه ولي العهد وكل أهل الكويت والمقيمين. وهناك صار العزاء، كان عزاء الكويت كلها. وبهالوقت كل الأجهزة الأمنية بلشت تحرياتها، لأن هالجريمة هذه تعتبر أكبر جريمة إرهابية صارت بالكويت. فبعد التحريات تبين الحزام الناسف كان فيه مواد متفجرة أقوى من مادة TNT، يعني قوتها التفجيرية كانت وايد كبيرة. وخبراء الأدلة الجنائية حاولوا يدورون على أي دليل يدلهم على شخصية الانتحاري، وهو كان لابس الحزام الناسف تقطع مليون قطعة تطشر بالمكان كله، لكنهم قدروا يلاقون إصبعه وجزء من ريله، هذين القطعتين اللي قدروا يحصلونهم منه، هذا اللي بقى منه. فعلى طول خذوا بصمة إصبعه، فتبين ما عنده أي بصمة إصبع بالكويت، لأن مواطنين مجلس التعاون وبعض الجنسيات اللي يكونون زوار ما يتم تبصيمهم. وهم بعد ما فحصوا أشلاء الانتحاري وخذوا عينة دم منها لقوه متعاطي المخدرات، متعاطي الشبو، وإنه فعلا كان متعاطي أثناء تفجير المسجد. ولما انفرغوا تسجيلات الكاميرات، كاميرات المراقبة اللي موجودة بالمباني القريبة من المسجد، تم الاشتباه بأكثر من سيارة، فتم رصد هالسيارات والتحري عنهم. ومن ضمن هالسيارات شكوا بسيارة كانت رايحة ناحية المسجد وفيها شخصين. وبعد كم دقيقة رجع قائد السيارة بروحه، كان بروحه بالسيارة قبل لا يصير الانفجار بكم دقيقة. فعلى طول راحوا رجال المباحث حق عنوان مالك هالسيارة، وكان اسمه جراح، وتم إلقاء القبض عليه وطلبوا منه تفتيش سيارته. لقوا داخل السيارة بعض المنشورات، لكنه أنكر انتماءه لتنظيم داعش، وقال إن أخوه فلاح اللي حالياً قاعد يقاتل مع داعش بسوريا اتصل فيه من هناك من سوريا، وطلب منه إنه يسلم سيارته حق شخص اسمه عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن محتاج السيارة وما وضح له شنو الأسباب. ولو كان يدري إن أخوه هذه نيته كان ما سلم السيارة. عبد الرحمن هذا اللي استلم السيارة حس إنه انكشف وإن في أحد قاعد يدور عليه، كان قاعد مع زوجته وكان قاعد يبكي طالب منها ومن والدها السماح إنهم يسامحونه، لأن اللي سواه ما كان كافي إنه هو يحصل على السعادة بالآخرة، وهو باعتقاده أن قتل الأرواح البريئة راح يدخل الجنة طبعا وفقا لتفكير التكفيري. فقعد مع زوجته بعد ما حس أنه انكشف وقال لها أنا آسف، اعتذري لي من والدك، أنا اللي سويته مو كافي، أنا كان لازم أسوي أكثر، كان مفروض أنا اللي أكون مكان الانتحاري. وبعدها خلاها واختفى ما حد يدري وينه. لكن بعد ما عرف أن رجال المباحث ألقوا القبض على زوجته وبعض من أفراد أسرته، قرر أنه يسلم نفسه علشان يتركونهم، يعني هذول ما لهم شغل. وأول ما وصل عند المخفر أو مركز الشرطة حس بالخوف، وهني تردد أسلم نفسي لا ما أسلم نفسي. المهم بالنهاية هون وما سلم نفسه، تردد وراح وقرر أنه يختفي مرة ثانية. لكن المباحث ظلوا يدورون عليه لغاية ما تم إلقاء القبض عليه. تم إلقاء القبض عليه وهم على باقي أعضاء الخلية الإرهابية طبعا باستثناء اللي كانوا برا الكويت. وتبين أن عبد الرحمن هذا عمره 26 سنة وهو من غير محددي الجنسية، من أخواننا البدون. وهم تبين أنه عاطل عن العمل ما يشتغل. لكن المعلومة الأهم هي منو زوجته، منو زوجة عبد الرحمن. زوجة عبد الرحمن هي بنت فهد. زي منو فهد؟ فهد وهو أمير تنظيم داعش داخل الكويت، وهو مسجون بقضية إرهابية وموجود داخل السجن. يعني عبد الرحمن زوجته بنت فهد اللي هو أمير داعش داخل الكويت، وهو هنا بالسجن المركزي مسجون على قضية إرهابية. وقالوا أصدقاء عبد الرحمن، أصدقاء المقربين، أنهم بآخر فترة وخروا عنه، ما قاموا يقعدون معاه لأنه صار فكرة متشدد وطول الوقت يكفرهم، فوخروا عنه. واعترف عبد الرحمن أنه هو اللي استقبل الإرهابي، وهو اللي وفر له السكن، وهو اللي نقله لمسجد الصادق يوم الانفجار، وهو اللي وداه للمسجد.
هني رجال الأمن ارتاحوا خلاص، قدروا يمسكون الخيوط الرئيسية للجريمة. بعدها راحوا مطار الكويت وفرغوا كل تسجيلات كاميرات المطار، وهم كاميرات الشوارع اللي تودي للمطار، وهم الكاميرات اللي موجودة بالمناطق اللي توجه لها الانتحاري. وبعدها اتضح أن الانتحاري سعودي الجنسية، طبعاً هم بريئين منه. فعلى طول تم إرسال بصمات أصابعه للجهات الأمنية السعودية، اللي أعلنوا على طول أنها ترجع حق واحد اسمه فهد القباع وعمره 23 سنة وما عنده أي نشاطات إرهابية أو حتى سفرات، ما عنده سفرات مشكوك فيها، وأنه طلع من السعودية يوم الخميس، يعني قبل العملية الإرهابية بيوم. هني بعدها قاموا يطيحون أفراد الخلية الإرهابية واحد وراء الثاني، القوات الأمنية لاحقوهم بكل مكان، وتبين أن بعضهم مطلوبين بقضايا أمن دولة، وبعضهم كانوا مسجونين وطلعوا انتهت محكوميتهم، وبعضهم كان ماخذ دورات تأهيل. وتوصلت سلطات الأمن السعودية حق شخصين وهم اللي هربوا الحزام الناسف من السعودية للكويت وسلموه حق عبد الرحمن. شفتوا هذا اللي قلت لكم إياه كله، كل هالأشياء اللي صارت وشلون توصلوا حق المجرمين؟ ترى كل هذا اللي صار بثلاثة أيام بس، يعني تم إلقاء القبض على الخلية الإرهابية كاملة وتم التوصل لمعرفة من هو الانتحاري عن طريق السلطات السعودية خلال ثلاثة أيام بس. وبعدها تمت إحالة 29 متهم إلى القضاء، في منهم كويتيين وفي منهم غير كويتيين، وفي من بينهم 7 نساء كلهم غير كويتيات. فهد سليمان عبد المحسن القباع سعودي الجنسية هو من نفذ الهجوم الإرهابية في مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الكويتية. التحقيقات الأمنية الكويتية توصلت أيضا إلى تفاصيل العملية الإرهابية، فالإرهابي السعودي دخل إلى الكويت عن طريق المطار في اليوم نفسه الذي حصل فيه التفجير، والسائق الذي أقله إلى موقع المسجد هو عبد الرحمن صباح عيدان سعود من مواليد عام 89 من جماعة البدون، أي من المقيمين بصورة غير قانونية، وعثر عليه مختبئا بأحد المنازل بمنطقة الرقة جنوب الكويت. الأجهزة الأمنية المختصة عثرت على السيارة التي استخدمت وهي من نوع سالون يابانية الصنع، كما أنها ألقت القبض على مالكها. وبالنيابة اعترف عبد الرحمن واللي عمره 26 سنة واللي استقبل الانتحاري ووصله لمسجد الصادق، اعترف بكل شيء، قال كل شيء بالتفصيل. قال انه هو تأثر بأفكار أمير تنظيم داعش البغدادي، وبايعه بدون ما يعرف عنه شيء، وقدم له الولاء والطاعة، وبرأ نفسه من الولاء لأي رئيس دولة، ولاء بس حق البغدادي أمير تنظيم داعش. ولأنه ما عنده جواز سفر فما قدر يسافر سوريا أو العراق علشان ينضم حق صفوف التنظيم، لكنه ظل على تواصل معهم، وكان يتواصل معهم عبر التليجرام. حق اللي ما يعرف التليجرام هو برنامج نفس الواتساب. فيكمل عبد الرحمن كلامه ويقول قبل ثلاثة أيام من التفجير يعني اتصال من أحد أعضاء التنظيم بسوريا وبشرني، قال لي أنا شفت رؤية، والرؤية عبارة عن عمل صالح جايلك وراح تسويه من أجل التنظيم، والعمل الصالح هذا هي عملية استشهادية. هني أنا استانست، عبد الرحمن يقول أنا استانست وقلت له أنا مستعد حق أي عملية أنتوا تبونها. أنا كنت أعتقد أن العملية راح تكون ضد الأمريكان. وبنفس اليوم راسلني قيادي ثاني من داعش من خارج الكويت واسمه بدر، وبلغني أن تنفيذ الرؤية قرب، وهي عملية استشهادية باستخدام حزام ناسف وبتكون بالكويت. يقول أنا هني خفت وترددت، فاتصلت بصديقي فلاح وهو عضو في التنظيم بسوريا، موجود بسوريا، كان قبل عايش بالكويت بعدها انضم للتنظيم وراح سوريا. فاتصلت بصديقي هذا فلاح أبي يشوف لي حل، فقلت له أنا صار لي كم شهر بس من دشيت التنظيم وياكم، يعني أنا ما أعرف شيء، وإذا نفذت العملية وانكشفت شخصيتي راح ينكشفون كل أفراد الخلية، وأنا أصلاً إيماني ما اكتمل، والأحسن أنكم تشوفون شخص ثاني غيري، شوفوا شخص مكتمل الإيمان. فرد علي فلاح وقال لي أنت لا تنفذ العملية، بس لازم تشارك بهالعملية علشان تأخذ الأجر، يعني ما يصير ما تستشهد وهم ما تأخذ أجر، إحنا نبي لك الأجر. احنا راح ندبر لنا انتحاري من برا الكويت، محترف هذا مو انتحاري، انت اللي عليك انك تستقبله وتنقله للهدف اللي هو المسجد. بعدها كلمت القيادي بدر وقلت له اني انا مستعد اني اشارك بالعملية، فطلب مني اني ارصد الحسينيات واني استلم الحزام الناسف واحفظه بمكان بارد، وهم نبيك تاخذ الانتحاري وتوصله للمسجد يوم التفجير. ولما رصدت الحسينيات وراقبتهم اكتشفت انهم ما يكونون زحمة الا بشهر محرم،
فقلت خل أرصد المساجد الشيعية، وعن طريق تويتر قدرت أعرف أماكنهم لغاية ما لقيت المسجد المطلوب وهو مسجد الإمام الصادق، فأرسلت لهم صورة المسجد. بعدها رد علي بدر بالموافقة بتفجير المسجد، وراح يتم تفجير المسجد بحزام ناسف يلبس الانتحاري اللي راح يدخل من برا الكويت عبر مطار الكويت، وراح يوصل فجر يوم الجمعة، والحزام الناسف راح تستلمه على الحدود في محطة بنزين قريبة من الحدود السعودية. راح توصل هناك يسلمونك الحزام، بس لازم تحفظه بمكان بارد. وبالفعل يوم الخميس بالليل رحت بسيارتي لمحطة الوقود، فلقيت سيارة هوندا سودا عليها لوحة سعودية وفيها شخصين لابسين دشاديش وغترة بدون عقال، وكانوا واقفين بالساحة اللي قدام محطة البنزين. وأول ما وصلت عندهم عطوني صندوق تبريد اللي يحفظون فيه المواد الباردة، وكان داخل الحزام الناسف، فطلبوا مني أني أخذه وما أشوف رقم سيارتهم، قالوا لي أخذه ولا تشوف رقم السيارة ويلا ارجع سيارتك مرة ثانية. ذكرت وزارة الداخلية في بيان لها عن تمكن سلطات الأمن السعودية بناء على تنسيق معلوماتي من أجهزة الأمن الكويتية، حيث تمكنت من ضبط 2 من المتهمين السعوديين الذين شاركوا في حادث التفجير الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الموافق 26 من يونيو عام 2015 بمسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر، حيث قاموا المتهمين بتوصيل المتفجرات للمتهم عبد الرحمن صباح عيدان، والذي أثبتت في التحليلات والتحقيقات اللازمة أن المتفجرات هي من نفس النوع التي استخدمت في حادثتي التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقتي الدمام والقطيف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن المتهمين المذكورين قد دخلوا البلاد عن طريق منفذ وصيب يوم الخميس الموافق 25 من يونيو عام 2015 عصراً، وقاموا بتسليم المتفجرات في صندوق آيس بوكس إلى المتهم عبد الرحمن صباح عيدان سعود في منطقة أنوصيب، ثم غادر المتهمين البلاد مباشرة بعد عملية التسليم، والذي التقى بالإرهابي القبع لتنفيذ العملية في اليوم التالي. كما تم ضبط السيارة نوع هوندا أكورد، وهي المركبة التي استخدمت من قبل المتهمين في نقل المتفجرات للكويت. وقد أشاد البيان بالتعاون المتميز والوثيق والتنسيق المشترك مع السلطات السعودية ورجال الأمن، والذي أسفر عن ضبط باقي عناصر المتهمين، متمنين الشفاء العاجل للمصابين من رجال الأمن، وداعين الله عز وجل أن يحفظ الشعبين الشقيقين ويجنبهم كل مكروه. فيكمل كلامه يقول أخذت الصندوق وحطيته بسيارتي ورجعت البيت مرة ثانية وخليت الصندوق بالسيارة، وفجر يوم الجمعة رحت علشان استقبل منفذ التفجير بالمطار، لكن لما شفت الكاميرات وشفت الشرطة بالمطار هني أنا خفت وحسيت أني متردد، فطلعت من المطار ومشيت بدون ما استقبله، لكني كنت عارف وين راح يسكن، فعلى طول رحت للفندق اللي هو ساكن فيه، سلمت عليه وقعدت معاه، كان رمضان، كلينا سحور مع بعض، وبعدها خذيتها لبيتي بمنطقة الصليبية. كانت تقريبا الساعة 6 الفجر يوم الجمعة، وهو اليوم المحدد للعملية. وبعد ما كلينا السحور قعدنا مع بعض وشفنا مقاطع فيديو تتضمن شرح بطريقة لبس الحزام الناسف، وقعدت تساعده ونجربه شلون يلبسه، وبعدها شفنا شلون طريقة تشغيل الحزام الناسف، فركبنا البطاريات وخلينا الحزام على جنب، وهني صار الحزام الناسف جاهز. والساعة 10 الصبح بنفس اليوم يوم الجمعة صحى الانتحاري من النوم، وراح وحلق لحيته وساعدته بلبس الحزام الناسف، وعطيته ثوب واسع دشداشة واسعة علشان يقدر يختفي بين الناس. بعدها لبس الغترة والعقال علشان ما حد يميزه وينفضح، وبعدها صورته وهو لابس الحزام الناسف وأرسلت صورته ووصيته لمركز القيادة، مركز قيادة داعش. يكمل كلامه يقول بعدها طلعنا ورحنا لمسجد الصادق ودرنا حوالينا 3 دورات، وأصلا بغينا نلغي العملية لأن شفنا سيارة شرطة عند المسجد. هني لما شفنا سيارة الشرطة ارتبكنا، قلنا أكيد الصلاة قربت تخلص، فعلى طول اتصلت ببدر وطلبت منه أن احنا نلغي العملية، خلاص ما نبي نسويها. لكن بدر شد من أزرنا علشان نكمل العملية، وقال لنا حتى لو الصلاة بتخلص فجروا القنبلة عند باب المسجد، شوفوا المصلين وهم طالعين وفجروا القنبلة بينهم، قتلوا أكبر عدد منهم،
فيقول وقفت سيارتي بعيد عن المسجد حوالي 100 متر، فنزل الانتحاري وقام يمشي بسرعة للمسجد. وبالرغم من أن التنظيم اللي هو تنظيم داعش أكدوا علي أني لازم أصور العملية أو أني أصور الانفجار، إلا أني حركت بالسيارة ووخرت على المكان، وكلها دقايق وشفت سيارات الإسعاف والشرطة رايحين لمكان الحادث. هني عرفت أن العملية نجحت، فاتصلت ببدر وقمنا نهلل ونكبر بالتلفون مع بعض. فعلى طول رجعت البيت وكسرت التلفون والكرت اللي كنت استخدمهم في التواصل مع أعضاء الخلية، وحركت جواز سفر الانتحاري ولقيت ببوكه 3600 ريال خذيتهم حق نفسي. هذه كانت اعترافات عبد الرحمن كاملة. ولما استجوبوا أمير خلية داعش بالكويت اللي هو فهد واللي أساساً مسجون بحكم قضائي سابق، فقال أنا ما عندي أي بيعة لأي رئيس دولة حالي، أنا مبايعتي بس للخليفة البغدادي، والتنظيم باقي وراح يتمدد في العراق وسوريا ومصر ونيجيريا وليبيا وباقي البلدان جاية بالطريج بما فيها الكويت، كلهم راح يصيرون تحت حكم البغدادي، وأنا راح أكون مع البغدادي إذا تمت السيطرة على هذه الدول. وبعد صدور حكم سابق ضدي ومع أني بالسجن، لكني كنت أتواصل مع أعضاء الخلية من داخل السجن من خلال تلفون النقال، ومن ضمنهم بنتي اللي كانت دائما تدعي الناس أنهم ينضمون حق التنظيم عبر تطبيق تويتر، وأنا بلغتها من قبل أن في زلزال راح يصير بالكويت وراح يترتب عليه يا أما إطلاق سراحنا أنا وأعضاء التنظيم اللي مسجونين بالكويت، أو يتم القبض على الباجي اللي برا. وان هالاحتمالات هذه انا شفتها برؤيه في المنام، فسرها لي واحد ثقه، قال لي هالشيء راح يصير يعني راح يصير. ومجرد ما صار الانفجار على طول اتصلت ببنتي وقلت لها الخبر هذا صحيح؟ فعلا صار الانفجار، واول ما عرفت عدد القتلى هني انا كبرت من السعاده، كنت فرحان بنجاح العمليه. هذا كان كلام أمير تنظيم داعش بالكويت. هني استمرت النيابة بالتحقيق مع المتهمين باستثناء اللي موجودين برا الكويت. بعدها أحالوا ملف القضية لمحكمة الجنايات، وبعد أكثر من جلسة قال القضاء كلمته بحكم نهائي بإعدام عبد الرحمن، وحبس والد زوجته أمير داعش في الكويت 15 سنة، وحبس 8 متهمين ما بين 5 سنوات والسنتين، ومن ضمنهم بنات أمير داعش في الكويت فهد، وغير الكويتيين إبعادهم بعد تنفيذ العقوبة، وبراءة 14 متهم من بينهم مالك السيارة. قالت المحكمة بحكمها أن المتهمين اللي ينتمون حق خلية داعش كان الفكر التكفيري منهجهم، وعندهم ميول دينية غير سوية، وأن التنظيم هذا اتخذ الدين الإسلامي واجهة له، كونوا فيما بينهم عصابة علشان ينفذون أفكارهم ويقومون بعملية انتحارية ضد أهل الكويت. بعد ما صور لهم تفكيرهم أن العملية هذه راح تشكل وسيلة ضغط على السلطات الأمنية في الكويت لإطلاق سراح أحد قادتهم وهو أمير التنظيم فهد، والمحبوس في السجن المركزي على ذمة جناية أمن دولة. كانوا معتقدينهم راح يضغطون على الحكومة الكويتية بهالعملية هذه ويطلقون سراح أميرهم علشان يروح سوريا ويلتحق هناك بالتنظيم، وهناك كانوا راح يكملون مخططهم ويعتدون على الأبرياء في المنطقة وبدولة الكويت، وكانوا راح يمهدون الطريق حق التنظيم علشان يدخل داخل الكويت ويسيطرون عليها بعد ما يثيرون فتنة طائفية بين أفراد الشعب الكويتي. وهني يوصلون حق غايتهم، يبون بعدها يهدمون نظام الحكم ويحطون زعيم هالتنظيم خليفة على المسلمين. هذا اللي بمخهم. أصلاً خليفتهم هذا البغدادي مات بتاريخ 27/10/2017 بغارة جوية أمريكية، ومات بسوريا. تدرون أن المحكومين بالإعدام يمرون بفترات ما حد فينا يقدر يتحملها، فترات صعبة كافي أنهم يحطونهم زنزانة انفرادية وما يدرون متى راح ينعدمون. هذا بروحة تعذيب نفسي، وأصلاً كل ما طالت المدة وزادت الأيام والسنين هالشي هذا ما راح يفيده، راح تمر عليك إنها دقائق وآخر شيء ما رد عليه حبل المشنقة. وبعد مرور أكثر من 8 سنوات على جريمة تفجير، اعتقد عبد الرحمن إن في شيء صاير، شيء منع إعدامه أو أجلوا إعدامه، لكن اعتقاده ما كان بمحله، وكان على موعد مع حبل المشنقة بالسجن المركزي بعملية إعدام بدون وجود جماهير، مع أن الإعدام العلني أحسن، يخلي الناس تتعظ تخاف. ويوم الخميس الصبح تاريخ 27/7/2023 كان السجن فيه حركة غريبة، السجانين كانوا بكل مكان يتحركون، كل شوي ينفتح باب عنبر، هذيل عنابر المحكومين بالإعدام، كل شوي صوت باب قاعد ينفتح، الحركة غريبة بهالوقت. الحركة الغريبة كانت بسبب أن بهاليوم انعدم أكثر من مجرم من بينهم قتلة وتجار مخدرات، انعدموا كلهم بنفس اليوم، فهدوء المساجين بذاك اليوم كان غريب عم الهدوء بالزنزانات. طبعا كل
الرجيم ما يبي يتحرك، وده ما يكون هو، لأن هذه عنابر محكومين بالإعدام، بأي لحظة يون يأخذونك يعدمونك. فكلهم كانوا ساكتين ناطرين منو اللي راح يختار حبل المشنقة. خلاص هذه ساعة الصفر، ما في أي وسيلة أنك تنحاش. أول ما سمع عبد الرحمن صوت خطوات السجانين قاعد بزاوية الزنزانة وكان وايد خايف، لكن خطوات السجانين وقفت عند زنزانة ثانية، فمسكوا ذاك المسجون وودوا له حبل المشنقة. هني عبد الرحمن ارتاح، قال أشوى مو جايين عشاني. لكن بعد دقايق ادخلوا السجانين مرة ثانية، فرجع الخوف بقلب عبد الرحمن، لكن هم خذوا سجين ثاني لحبل المشنقة، وبعدها رجعوا وخذوا سجين ثالث، وبعدها سجين رابع، وبكل مرة عبد الرحمن كان يخاف انه هو المقصود. وبالمرة الخامسة وأول ما سمع صوت خطوات السجانين حس انه يا دوره، وفعلا احساسه كان بمكانه. وقفوا قدام باب زنزانته وقال له واحد من السجانين صباح الخير، لو سمحت تعال معنا. حاول عبد الرحمن انه يشد نفسه ويوقف لكنه ما قدر، فاول ما وقف طاح مكانه مره ثانيه، فمسكوه من تحت يدينه ومشوا معاه لقاعه التنفيذ. فوقف قدام هيئه الاعدام ويدينه كانت مربوطه من ورا، وكان قاعد يعرق وعايش اصعب تفاصيل الدقائق الاخيره من حياته. فتلوا عليه نص حكم اعدامه وسال وكيل النيابه اذا كان يبي يقول شيء. بعدها يال للشيخ ولقن الشهادتين فقالهم بصوت حزين وكان تعبان، وبعدها خذوه وصعدوه لمنصه الاعدام. ولما وقف قدام حبل المشنقه كان قاعد يطالع الحضور، هيئه التنفيذ واللي موجودين كان قاعد يطالعهم، لكنه طاح مره ثانيه من الخوف النهار. راحوا له على طول الجلادين وشالوه ووقفوه. هني لبسوا القناع الأسود وحطوا على رقبته حبل المشنقة وعطى وكيل النيابة الإشارة، فسحب الجلاد ذراع المشنقة، هني انفتحت من تحته وطاح. بعد كم دقيقة من إعدامه وصل الطبيب وفحص نبضه وأعلن وفاته، وهني قال خلاص نزل جثته. تعتقدون عبد الرحمن مات وهو ندمان نادم على اللي سواه؟ ناس كانوا قاعدين يصلون بشهر رمضان وبيوم الجمعة صيام، وأهاليهم شلون وصل خبر وفاتهم حق أهاليهم؟ شنو الرعب اللي انت سببته حق المصلين؟ شنو الرعب اللي سببته حق كل ابرياء بهالديرة؟ تتوقعون انه هو مات وهو ندمان على هالشيء، ولا مات وهو يعتقد انه هو رايح الجنة وان حور العين ناطرينه، وهو ما يدري ان الذنوب اللي سواها راح تقطه بالدرك الاسفل من النار؟ يا جماعة انا ما ابي اصير عاطفي بهالقصة، ما ابي يعني اتكلم واطلع بشكل اني انا متعاطف. كل اللي بقوله خلونا نعيش مع بعض كذي واحنا نحب بعض، والله العظيم ما عندي مشكلة مع أي أحد، وأنا أدري في وايد ناس مثلي ما عندهم مشاكل مع أحد، ما عندهم مشاكل مع سنة شيعة مع أي طائفة كانت، يحبون الخير حق الكل، يحبون يتعاملون مع الكل. يا جماعة هذه وسيلة اتخذوها ناس علشان يفرقون بيننا، حيل يحشون مخنا بأفكار تكرهنا بالطرف الثاني. هذي اللي يسوون كذي ويقولون كذي ويسوون كذي وقالوا عنكم وسووا، ويون يقولون حق الثانيين نفس الشيء. هذيلا بعض اللي في الميديا أو بعض السياسيين عندهم الموضوع هذا لعبة، مرة ينومونه مرة يصحونه، مرة يكون ضد الطرف هذا مرة تشوف الضغط هني على الطرف الثاني، هم يشكلونه مثل ما يبون علشان يحركون، لكن احنا من داخل فطرتنا سليمة، فطرتنا نظيفة. أول شيء احنا نحب ربنا سبحانه وتعالى، نحب رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نحب صحابته، نحب أهل بيته. يا أخي شلون أكون مسلم وأنا أبغض صحابة الرسول؟ شلون أكون مسلم وأنا أبغض أهل بيت الرسول؟ ما يصير هالشيء، ما يصير. كلنا مولودين على الفطرة، على حب ديننا، على اتباعنا نهج الرسول، وعلى حب أهل بيته وأصحابه. لا تخلونهم يلعبون فيكم. شوفوا هذيل الناس اللي راحوا، أنا ما أقصد اللي ماتوا بالمسجد، أنا أقصد الانتحاري وأقصد عبد الرحمن. هذيل راحوا لأن في بذرة انزرعت بداخلهم، ويو ناس وسقوا هالبذرة وكبروها ووصلوها، لأنهم يعتقدون أن تفجير المسجد وهو عمل يستاهل أنهم يكبرون يقولون الله أكبر بعده. انتهى الكلام. اني افجر بناس قاعدين يصلون برمضان وهم صايمين، هالشيء راح يدخلني الجنه؟ شنو غسيل المخ؟ شنو حاشين بمخهم؟ فيا جماعه خلينا ندير بالنا، لا نسمع هالمغردين، لا نسمع الكلام اللي ينقال، الفيديوهات اللي تطلع. كل واحد يعامل الانسان مثل ما هالانسان قاعد يعامله. أنا شخص ما شفت منه إلا كل خير، أروح عادي بسبة مذهبه أو لونه أو عقيدته أو جنسيته، مو قاعد يقدم لي الخير، ما شفت منه إلا الخير، أهاجمه علشان شيء بينه وبين ربه؟ لو فوق كل هذا يوصل فيني إني أروح وأقتله، لوين رايحين؟ تكفون قولوا لي يا جماعة لوين رايحين؟ فكل اللي أقوله بالنهاية الله يرحم شهداء حادث هالتفجير ويحفظنا ويحفظكم ونعيش دائما بسلام. زين يبا؟ زين يبا؟
سنقة. القصة هذه أنا عشتها، وعندي ربع أصلاً، عندي أصدقاء كانوا موجودين داخل المسجد يومها، وعندي ناس توفوا أهلهم، وعندي ناس من أهلهم مصابين. يعني أنا أتذكر ذيك الأيام الكويت كلها كانت بحالة عزة، ما كان في فرق هذا شنو هذا شنو، كلنا كنا على قلب واحد. يا رايت نتم على طول كذي، هذا اللي نتمناه احنا، مو بس بالكويت، كل الدول العربية، كل العالم. نشفت ريجي هالقصة، الحمد لله. ولين وصلنا حق نهاية قصتنا، أتمنى أني وصلتها لكم بطريقة عجبتكم. إذا كنت أول مرة تشوفني لا تنسى الاشتراك بالقناة، وإذا كنتم من ربع حبايبي القدم لا تنسون اللايك وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل شيء أول بأول. وبالنهاية أقول لكم أحبكم وايد وايد وايد، يعطيكم الصحة والعافية. كان معكم أخوكم فارس عاشور، مع السلامة. أحبكم وايد، أحبكم، أعطوني لمة.